تأسست جمعية بيت الرجاء للمكفوفين والاحتياجات الخاصة عام 1963 من قبل فتاة مكفوفة من مدينة اللد اسمها مي اللدعة. طبعا احنا في جمعية بيت الرجاء بنقدم العديد من الخدمات، الخدمات التعليمية والمهنية والصحية والترفيهية وأهم شيء الإيوائية، لأنه كل الطلاب الموجودين عندنا هم في القسم الداخلي. حقيقة إحنا بنقدم خدمات جليلة للمجتمع، رغم أنه المجتمع يعني ما بتطلع علينا كثير. بعلم في جمعية بيت الرجاء، وبعلمهم دائما الأمور الحياتية والأمور التطور اللغوي والمهارات الحسابية، وبعدين أنا بعلمهم أشغال يدوية مثل نعمل خرز وبنعمل أساور، بنعمل ألعاب بازل، وبنعمل ألعاب تفكيرية متطورة مثلا الإشي وعكسه، وأشياء مثلا كيف يروحوا على الحمام يغسلوا إيديهم يغسلوا أسنانهم ويلبسوا الجاكيت يلبسوا البوت، كيف يربطوا الحذاء وهاي الأشياء. بتقوم جمعية بيت الرجاء بتدريب الطلاب مهنيا، المكفوفين بيعملوا مكانس، والطلاب الآخرين اللي قادرين يشتغلوا في مشغل خشب الزيتون بنعطيهم أشغال على قد ما بيقدروا، يعني ما بنخليهم يشتغلوا على المناشير. وبالتالي لما الطالب بده يطلع للمجتمع المحلي بيكون في إيده في صنعة. زيادة على ذلك علاقتنا مع الجامعات المحلية في فلسطين، في برنامج بيننا وبينهم، اتفاقيات بيننا وبينهم، هم بتدربوا وإحنا بنقدم لهم بعض الخدمات. على سبيل المثال كل سنة بيكون في بازار في جامعة أبو ديس القدس أبو ديس، وإحنا بنشارك في هذا المعرض من منتجات الطلاب. وأيضاً لنا علاقات مع بيوت المسنين، طلابنا بيقدموا لهم البرامج الترفيهية من أغاني وتراتيل وألعاب، وبالتالي بيكون في علاقة بين المسنين والمعاقين والمكفوفين، وبالتالي بنعرف المجتمع المحلي على هذه الفئة أصحاب الهمم، بنخليهم يتعرفوا عليهم على أساس ما يكون في تنمر بالنسبة لهذه الفئة من المعاقين والمكفوفين. Thank you.
في كثير تحديات، خصوصا انه في شيء يعني كثير وسائل متوفره بالنسبه خصوصا للمكفوفين، يعني اشياء ملموسه، اشياء مرات بدنا نحصل على هذه الاشياء لكن بصراحه مش سهل انه تتوفر لنا. مرات كثير كنا يعني عن طريق الفولنتيرز اللي يجونا هم يحاولوا يجيبوا لنا من برا عندنا اشياء، لانه بالذات المكفوفين بدك اشياء ملموسه، اشياء تبقى بالبريل مثلا اللي كمان توضح للمعلم كيف تتعامل مع الاولاد، شو توضح لهم هاي الاشياء بطريقه اللي يقدروا يلمسوها يقدروا يحسوا سوها. بالذات انه هدول الاولاد يعني عندهم بالاضافه لانه عندهم اعاقه بصريه عندهم اعاقه ذهنيه، يعني مرات ما بيستوعبوا الفكره بكل سهوله، فاحنا لازم نحاول نوضح لهم اياها باشياء يلمسوها يمسكوها بايديهم يقدروا يتعرفوا عليها بطريقه يعني عن طريق اللمس. بالمجتمع كمان ما في كمان يعني الأشياء مش موفرة ك يعني إمكانيات الطرق، كمان الوسائل مثلا الوسائل الكمبيوتر، الأشياء الشغلات التكنولوجيا اللي يمكن برا هاي متوفرة كتير للمكفوفين، عنا لو متوفرة ما بتلاقيها متوفرة للجميع، في ناس يعني إمكانياتهم ما بتسمح يحصلوا عليها، وحتى إذا توفرت مش دايما متوفرة. عيش لكن مش عايشين، بنطالب لحق تسعدنا مثل الأطفال التانيين. بدنا حقوقنا بالتعليم، حق التعليم بالمجاني، المتعلم عقله السليم وعلى روح نور زايدة. We'll be right back.